بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح درس من دروس برنامج الأوتوكاد، وهشرح أمر مهم بيساعدنا على التسريع في الرسم في البرنامج. أنا عندي مسقط أفقي زي ما احنا شايفين كده، والمسقط الأفقي ده أنا عايزة أهشر نفس الغرفة أو الحجرة اللي أنا عاملاه هنا البيدروم دي، عايزه التشير ده يبقى نفسه هو موجود في البيدروم الحجره اللي تحت هنا، ونفس الخصائص بتاعه التهشير اللي هي اللاير واللون وشكل التهشير نفسه والحجم بتاعه هو نفسه يكون في الحجره الثانيه. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق اد سيلكتد. تمام، هدوس على التهشير اللي انا عايزه اعمل زيه، باخد الخصائص بتاعته واجي عند الحجره دي اهو، بدوس في النص كده او في اي مكان جوه الحجرة، وبعدين ادوس بيمين الماوس وبعدين انتر. عمل لي ايه؟ خد نفس التهشير زي ما احنا شايفين كده. طيب هنشوف كده، ده التهشير اللي احنا عملنا عليه سيلكت في الاول. هنيجي نشوف اللاير بتاعته اهي، هاتش. تمام، هنا برضو اللاير بتاعته هنيجي نشوفها مع بعض، برضو هاتش اهي موجود عندي هنا. يبقى نفس الخصائص خدها، اللاير بشكل التهشير نفسه بالحجم بتاعه، شايفين نفس الحجم. طيب انا عندي هنا الكتابه زي ما شايفين بيدروم، وعايزه اكتب هنا نفس الكتابه دي اهي، لو انا دوست عليها كده تكست، عايزه اعمل نفس الكتابه دي في الغرفه اللي موجوده هنا بنفس اللاير بنفس الارتفاع بتاع التكست نفسه. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي اقول له اد سيلكتد، وادوس على تكست هنا اهو، شايفين فتح لي تكست، ادوس كده اهو واجي اكتب له ماستر بيد روم اهي، خد لي نفس شكل الكتابه الفونت باللاير باللون بكل حاجه نفس الخصائص، شايفين بالشكل ده كده. لو انا جيت عملت الخط هنا في خطوط هنا ناقصه، وعايزه ارسم خط بنفس اللاير بتاعت الخط ده اللي هي دور، شايفين دور اللي هي موجوده هنا فاصل 09، انا عايزه اعمل خط هنا، هاجي اقول له اد سيلكتد، وادوس على الخط اللي انا عايزه اعمل زيه بالظبط وارسم خط بالشكل ده كده عمودي على الخط ده، شايفين اهو رسمه لي. هاجي ادي هاجي اعمل خط تاني اد سيلكتد زي الخط ده كده اهو بنفس الخصائص بالشكل ده كده، عمل لي نفس الخطوط بنفس اللون بنفس كل حاجه. يبقى الامر النهارده اللي هو اد سيلكتد من الاوامر المهمه جدا اثر علينا في الشغل في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.